ومن أول الأسئلة نستأذن في عرضه أن أحد الأخوة يسأل أن امرأة حملت من سفاح وجاءت بمولود منذ 4 سنوات واعترفت لزوجها وعرف الحقيقة، وهو الآن لا يدري هل يطلقها أم يمسكها، وليس لها أحد إلا هو، واعترفت وهي تصلي وتصوم واعترفت بغلطتها، فما رأيكم سماحتكم؟ عليها أن تحسن إلى هذا الطفل وتربيه لعل الله يهديه وينفع به بعد ذلك، والإثم على من فعل الزنا لا عليه، وأما الإثم على من فعل الزنا من الزاني والمرأة، عليهما هما أصحاب الإثم نسأل الله السلامة. والطفل لا حرج عليها تربيته والإحسان إليه والقيام بحقه حتى ينشئها الله في الإسلام. والمرأة إذا تابت ورجعت إلى الله جل وعلا هذا وجهها يمسكها، وإنها زنت لا يحرمها عليه زناها، ولكن عليها أن تتوب إلى الله توبة صادقة، وعليها أن ترجع عن هذا الباطل وأن تتحفظ بعد ذلك، وعلى زوجها أن يلاحظها وأن يعتني بها ويحرص على أسباب حفظها وسلامتها ونجاتها من هذا الشيء، ولا حرج عليه بقائها، فليس زناها يحرمها عليه إذا تابت واستقامت. أما إذا كان يتهمها ويظن أنها تخونه فلا خير في بقائها عنده، لكن ما دامت أظهرت التوبة وظن بها الظن الحسن وظهر منها ما يدل على رجوعها إلى الصواب والحق والهدى فلا بأس يستر عليها ولا يبين هذا الشيء، بل يكون بينه وبينها فقط، وأن يحسن إليها بالتمهيد النصيحة والتوجيه والإرشاد والتحذير العودة إلى ما حرم الله عليها، والله يتوب على التائبين.